السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 928 دولار ربح من موقع تنتاري خلال 4 شهور، بدأت معايا 50% في 200 في 456، يعني الأمر تصاعدي، وهتوصل معاك مرة ل 2000 و3000 شهريا طول ما أنت مداوم على الموقع وشغال باستراتيجية معينة هعلمها لك في خلال 7 حلقات هتلاقيهم على قناتي على اليوتيوب. هتتعلم بجد من ال7 حلقات ديت ان انت تطلع دولار وتعمل دخل ثابت من رفع الكتب الالكترونيه. احد الكتب اللي انا رافعها على الموقع جايبه 3120 زياره بصافي مبيعات 110، اللي هم اشتروا بصافي مبيعات 110 و104.5، ده ربحي بالدولار، ربحي بالدولار من الكتاب ده بس، من الكتاب ده بس اللي انا رافعه على الموقع. هتتعلم معايا من تنتاري، هتبدأ ان انت تنزل الكتب بالمجان في من موقع هتلاقيه في الوصف عندك، وهتعدله على جوجل درايف عشان يبقى فريد ويبقى وينحاز لك ان هو اللي انت اللي عامله ومصممه من الاول للاخر، وهترجع على تنتاري وتاخد اللينك وهتبدأ تكسب على باي باي 928 دولار واكتر ان شاء الله من لما تتابع ال7 حلقات كاملين وتبدأ تشتغل على الموقع بنفس الاستراتيجية. خد مثلا الجزء الثاني بخصم اقل، الكلام من ده كله رساله منك للعميل، ودي بتبقى في محلك اختياري، يعني تأديع اختياري، عايز تحطها ماشي، مش عايز برضو ايه، مفيش ادنى مشكله. عشان احنا حاطين السعر بادنى شيء، يعني انا حاطط سعري 5 دولار، فبالتالي مش هعمل خصم تاني، يعني 5 دولار ده شيء برضو ايه، يعني يعتبر حد الى حد ما مش وحش. طيب حاليا دلوقتي هنبدأ نرفع الملف بتاعنا، الملف اللي احنا منزلينه من جوجل درايف او مستندات جوجل اللي احنا عدلنا عليه. بختار ملف دهيت، تمام، وببدأ ان انا اجيب مكان ما انا نزلت ليه الملف بتاعي او الملف ما هو نزل معاي، نزل معاي بي دي اف، ببدأ ان انا اختار اوبن. طب نزلنا الصورة، الغلاف، نزلنا الملف نفسه، ماشي، جبنا الوصف بتاعنا من الكتاب الأساسي وضفنا عليه بقى، يعني التكة اللي انت هتعملها ان انت ممكن تروح على شات جي بي تي وتضيف بعض الكلمات، يعني هتقول مثلا هتاخد اسم الكتاب وتقول له ايه ضيف لي وصف لهذا الكتاب، هيضيف لك وصف للكتاب دوت بايه بأدق وأعلى يعني، بس تاخد مثلا هتاخد عنوان الكتاب وتكتب مثلا 2024 زي ما انت واخد، بحيث ان هو يديك وصف عصري او وصف بتاع السنة ديت. برضو دي تركاية انا بضيفها لك، يعني انت وخيالك، عاوز بقى تشتغل بقى تعمل كتاب عن الصحة، عن الجمال، عن اي كتاب يعجبك من الموقع اللي هو ايه، موقع نشر الكتب اللي هي المجانية، اللي هو موقع بلارجت، اي كتب طبعا انا هسيبها لك في الوصف، او اي موقع انا هسيبه لك في الوصف اللي احنا هتلاقيه تحت الفيديو ان شاء الله. طب رفعنا الكتاب، تعال بقى على النقطة المهمة او النقطة الاهم شيء في الموقع ده كله، الاعدادات ديت زي اعداداتك مثلا. طب مش عارف ديت اعدادات الكتاب بقى، انت عايز فيه، انت عايز يكون في علامة مائية، انت عايز يكون في علامة مائية على كتاب مختومة مثلا، ان هي بتاعتك، ما ينفعش ان حد ياخده مثلا او يشتريه ويبدأ يرجع ينشره، فدي في حد ذاتها جميلة جدا، فبتبدأ تديله ايه، تمام. هتعمل تخصيص زر للشراء الان اللي هو هيظهر معانا، يبقى مفيش اي مشاكل، ده حاجة 10 على 10. انا مثلا كعميل دخلت على كتابك، شفت الغلاف، شفت الوصف اللي انت كاتبه، عجبني، فانا في زر قدام ان انا اخش الاقي نفسي بايه بتعامل في عملية شراء، فدي حاجة 10 على 10.
اهم نقطة بقى، اهم نقطة، اهم نقطة اللي هي الظهور في بحث جوجل. الظهور في بحث جوجل دوت بنسبة 40% هيجيب لك زوار على الموقع من نفسه. لو عملت هنا ايه، لو عملت هنا علامة صح، يعني بمعنى صح انت فعلت الخاصية ديت، ان كتابي مثلا اي حد اي حد بيدور في بحث جوجل عن العمل في المنزل هيظهر له الكتاب، فبالتالي دي حاجة ايه، دي حاجة تجيب لك زيارات كويسة جدا. عملت ده كله احفظ الايه التغيرات. 12 الكتاب لسه ما اتنشرش، ليه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ احنا عملنا ايه؟ ما عملناش اي حاجة. هو السواد ايه بدأ ان هو باين لك الايه الغلاف بتاع اللي هي ايه الزوار، ماشي، نسبة البيع، الكلام ان كل اللي انت بتلاقي دايما على الكتاب. هنترجم برضو للغة العربية بحيث ان تبقى الشرح سهل وبسيط. الزوار هم يعني مثلا جالك 100 زائر، 1000، 3000، 10000، 5، 50، المبيعات اللي هي مثلا الزوار دول مثلا 5000 باع منهم مثلا او اشترى منهم، دخل 5000 على الموقع اشترى منهم مثلا 1000، ال 1000 دول ايه جالك 1000 عملية شراء. ربحك بالدولار بقى، الربح بتاعك انت بعد ما يخصم عملت يقول لك والله انت ربحت من الكتاب ده لحد دلوقتي 10 دولار، 100 دولار، 200 دولار، 300 دولار. دي بيانات الكتاب بقى، بيانات مبيعات الايه الكتاب. طبعا بعد ما تكمل اعدادات الايه، الاعدادات اللي في الاول خالص اللي احنا قلنا عليها في اول حلقة، ان احنا قلنا عليها اللي هي الايه تأكيد البريد الالكتروني وإضافة الفاتورة وكلام من ده كله اللي هي اللي في الأول خالص، هتظهر هنا ديت خلاص كده حالة المنتج معاك إن هي تتنشر عادي. هتبدأ تتك على المسودة ديت يعيش أو بمعنى أرفع، حتى هتلاقيها على، هتلاقيها على على أمازون. حتى لما تقطع كتب على أمازون يقول لك يعيش يبقى لايف، اللي هي الإيه اللي هي اللي هو إيه يترفع معاك على أمازون، وبرضه في سلسله كامله الامازون، وان انا حققت منها ارباح هبدا ان انا انشرها فيما بعد ان شاء الله بطرق تانية باذن الله. يعني ديت يعني ان هو خلاص انا كده عديته للايه، خلاص انا خلصت مفيش اي مشاكل، انا عايز اطلعه من المسوده ان انا انشره بقى، وبتك حفظ، حفظ من فوق ومن تحت مفيش اي مشاكل. كده 12 الكتاب. هو عمل لك ايه دلوقتي؟ هو اداك لينك الكتاب. يعني ايه لينك الكتاب؟ لينك الكتاب اللي انت تقدر عايز تسوق من نفسك، انت عايز تسوق بقى من نفسك، عاوز تسوق على الواتساب، على الفيسبوك، على تويتر، على الايميل، جيميل تبعته لحد بحيث ان هو يبدا يشتغل عليه، كلام من ده كله. انت بتبدا تسوق ازاي؟ المعلومه هنا ازاي ان انا اقدر اسوق. انا الله 10 على 10 عملت، دخلت على الموقع، كتبت جميع البيانات، فتحت الموقع، بدأت إن أنا أنشر كتاب، عملت كتاب احترافي بطريقة احترافية، حولت من مجان وكتبت وتعبت ونسخت وعملت كل حاجة ونشرت الكتاب على موقع تنتهي بكل وراء، ماشي. بس تيجي الأول دلوقتي قبل ما أعرفك هنسوق إزاي، تيجي نشوف منظر الكتاب كعميل. أنا دلوقتي كعميل داخل على كتابك هتشوف إزاي. أنت دلوقتي، أنت دلوقتي نشرت الكتاب، هاخد اللينك ده وكوبي تمام حضرتك، وهبدا ان انا ايه افتح بصفحه جديده خالص واشوفه هيوديني لحد فين. اهو ادي منظر الكتاب بتاع حضرتك، ادي منظر الكتاب بتاع حضرتك اللي انت رفعته. دي الصفحه اللي هيشوفها العميل، دي الصفحه اللي هيشوفها العميل. ادي اسم الكتاب، وادي الوصف بتاعك. انا عايزك تبقى دقيق في الوصف، الوصف دوت، الوصف ده هو عامل زي الانترفيو بتاع الشغل بتاعك، الانترفيو بتاع الشغل بتاعك. يا اتقبلت، يا العميل قبل واشترى واتك على الزر دوت اللي هو الشراء الان، يا ما ايه، يا ما اشتراش. انت فاهم قصدي؟ يا ما اشتراش.
فهو الوصف بتاعك هو ايه؟ هو تكنيتك في البيع. هتاخد العنوان تروح على شات جي بي تي تعمل وصف مظبوط مفيش اي مشاكل، هتاخد وصف الكتاب وتجود انت عليه وتجود عليه برضه مفيش اي مشاكل، اكتب في الوصف ما يحلو لك، انت حط نفسك مكان العميل وشوف العميل هيعجبه ايه. وانت مثلا لو حابب تنشر كتاب عن الرياضة هتبدأ في الوصف، لو حابة تنشري كتاب عن الصحة والجمال هتبدأ في الوصف. بمعنى صح انت هتقرب الوصف باللغة العربية، يعني هترجم العربية هتقريه، فبالتالي هتبقى عرفت مضمون الكتاب، فبالتالي تقدر تبدع في الوصف. انا برضو كل شروحاتي ديت شرح تشبيه، يعني انا بقول لك حاجات سريعة بديك الاساسيات اللي هي تقدر تشتغل عليها وتجيب ايه وتجيب ارباح من على الانترنت. الزرار بقى اللي احنا قلنا ايه، قال لك تخصيص، فاكره لما كنت بقول لك في لازم تعمل تخصيص زر الشراء اهو. انا كعميل دخلت بقى انا عجبني الوصف فهعمل عملية بيع اهو، جالي الايه، جالي العرض وجالي $5 مكان ال30. انا كعميل هقول قال لا ده الكتاب ده ب $30، كان ب $30 وعليه عرض. انا كعميل هقول اه ده الكتاب ده ب $30 بس ده هو معروض حاليا ب $5، ده فارق 25 انا موفر 25، لا انا هشتريه. تيجي بقى احنا نحسب، تيجي نحسب ارباحك، انت بتقول لنفسك انا هحط $5 بعد الجهد ده كله، تعال بص على ارباحك $5. الموقع بياخد 5% يعني $10 بياخد عليهم ايه؟ نص دولار. نص دولار يعني $5 بياخد منك ربع دولار في الايه؟ في المبيع الواحد. تعال بقى وزع معايا على بنترست، وزع معايا على بنترست. بنترست بتنها عرض كتابك 30 يوم، 30 يوم يعني انت لو بتنشر بس في اليوم كتاب واحد او في الاسبوع كتاب، انت بتنشر 4 كتب في الايه؟ في الشهر. خلينا نتكلم عن كتاب واحد. بنترست هي مفيش اي مشاكل فيها، انت بتعمل بتسجل بالايميل.